To sum up, I say in 2002, there was a SARS-CoV-1, سوى مشاكل عالمية. In 2012, there was a MERS-CoV-1, a virus in MERS. In 2020, we've faced SARS-CoV-2. So I can't say what will happen in 2000 and something. I expected SARS antigenic drift. Inshallah, أكون توقعي ليس في محله. لكن لازم نكون that we should be aware, alarmist of what's going on. Therefore, we need to get in the race. تعقيبا على العنوان الأول هو ريس هو سباق دول تتسابق الحصول على هذا اللقاح من دولة معينة تعني أن تلك الدولة تتربع على عرش العلم. إحنا كبلدان we should get in the race to deliver effective vaccine in Iraq for the current and future pandemics. الوضع الحالي والمستقبلي لا محلا. Not only for the human, but also for the animals. نفكر بالجانبين. هي ثروة وشيء مربح وبزنس وأيضا محافظة على الصحة العامة. However, it will not be easy, cheap or fast. We need an efficient collaboration. We need suitable laboratory by safety level 4, expertise and funds. So my message to home is doing science must become a priority here. Thanks very much for your attention and I'm very delightful to answer any questions. And أشكركم لحسن الإصغاء و إن شاء الله حاضرين للإجابة لأي سؤال. شكرا جزيلا. جزيلا دكتور حياك الله. الو دكتور جبار تسمعنا؟ انا الو هسه قمت اسمعك كنت ساد الاكسجين والهواء علينا حياك الله دكتور الو شكرا جزيلا شكرا دكتور محمد على هذه المحاضره الحقيقه يعني جميله جدا وانا مثل ما توقعتها ودكتور محمد غني عن التعريف الحقيقة أفحمنا في محاضرة ممتازة في المؤتمر وهذه تكملة يضاف إلى أخلاق العالية موضوع الله يحفظك الآن نفتح باب المناقشة للأخوة الحاضرين اللي عجبه مجرد أما يرفع إيده أو المايك من عنده ويسأل اللي أشوفه فاتح المايك معناها يحب يسأل أوكي اعتقد دكتور مزاحم العطار رافع ايده تفضل دكتور مزاحم السلام عليكم صوت واضح دكتور تسمعني الو الو نسمع دكتور مزاحم شكرا جزيلا شكرا جزيلا حقيقه اهنيكم على هذا المستوى من المحاضرات اوكي اوكي تفضل دكتور مزاحم تفضل شكرا شكرا دكتور جبار دكتور محمد افتح المايك دكتور محمد الساعدي نعم. نعم دكتور أنا حقيقة أهنيكم على هذا المستوى المحاضرات العلمية
والدقيقة جدا. وأهني دكتور محمد حقيقة على المستوى الرائع اللي نفتخر به، وكذلك يعني من حق كلية الطب البيطري جامعة القادسية تفتخر بهكذا طاقات وجهود مشكورة. سؤال دكتور محمد رجاء إذا يسمعني. نعم دكتور، باعتقادك من خلال خبرتك وخلال بحثك الفترة، وقعنا الحالي بالنسبة للعراق، أي نوع ممكن من اللقاحات اللي يكون أكثر فائدة وأمان الاستخدام والتحضير، مع الأخذ من الاعتبار أنه هناك أكثر من ميوتنت موجود وأكثر من جين سيكونس لهذا الفيروس في العالم باعتبار بانديميك؟ يعني ممكن أنا أحضر اللوكال سترين بس أنا دا يجيني من الخارج، فما هو مقترحك أو رأيك لأي طريقة؟ هل هو البروتين السبايك بروتين اللي ذكرناه، أو الاتينويتد أو الكيلد فاكسين، مع أخذ الاعتبار مثل ما ذكرت الإميونوجينيستي والسيفتي والسيف من الريفيرونسي بالنسبة للاتينويشن، وكذلك بالنسبة للمور ذان ون جين سيكوينس فور ذيس فيروس؟ شكرا جزيلا، انتظر الإجابة. شكرا جزيلا دكتور مزاحم العطار، أشكرك على الجميل، سؤال أكثر من رائع، وهو السؤال اللي يجب إجابته من خلال هذه البرزنتيشن. بصراحة وفق وضعنا الحالي وما نتوقعه من حصول لثورات وبائية مستقبلية والميوتيشن اللي يصير، الفيريولنس المتعدد، الطفرات اللي نتوقعها، الأفضل أن نتخذ استراتيجية، وهذه الاستراتيجية تتم مثل ما قلت بالسلايد الأول، يتم عن طريق مركز متخصص، ناس مختصين بالموضوع يسوون تارجت وتيم. كل هذه الخطوات والاستراتيجيات هي متاحة، من الممكن أن نستخدمها، لكن أنا في رأيي الشخصي ومثل ما اشتغلت هناك واللي سويناه، احنا ذا نركز تفكيرنا وخبرتنا، وهو العمل يولد التأكيد على استراتيجية واحدة اللي هي modified vectors، استخدام فكترات معينة، adenovirus أو MVA viruses. هذه ممكن احنا ننميها ونخزنها بكميات كبيرة ونبقى نستخدم منها لأي موديفيكيشن، سواء كورونا، للآي بي في، لمرض بيطري، لمرض هيومن، لطفيلي، لأي كارثة وبائية مستقبلية ممكن نسوي له ريكروتمنت. هي هندسة وراثية، فيكتور ننقل له جين معين، سواء صارت طفرة بي أو سترين جديد، من الممكن أن خلال شهر شهرين ثلاثة نعيد العملية وننتج هذا اللقاح. طبعا الموضوع مو رخيص، يحتاج له كوستي مراكز متخصصة. الشيء الجيد بهن انه هو امين سيف، يحتاج له اكسبيرينس بسيط، عمل بمختبر يعني اكويبت بس مو صعب، يعني ما معقولة جامعاتنا بها أجهزة هواي، بها إمكانيات كبيرة، من الممكن من كل جامعة جهاز جهاز ممكن يصير مختبر موليكولر وكلونينج اعتيادي ويتم بالعمل. هاي الفكترات ممكن نحصل منها من الخارج، شرائها، نسوي لها ديزاين معين، يتم استيرادها والعمل بها. الجزء الآخر هو activated، وهذا العمل مو صعب. شلون هسه الخطوات اللي بهذا البيبر الأخير، على الرغم من أنه عندهم مختبرات متمكنة، خبرات عالية، genetically modified والmolecular approaches هواي، لكن هم سلكوا طريق مختصر أن يوجدون حل سريع. الشيء إذا أريد أسوي كريتيزيزم لهذا البيبر، أوكي
صار immune response وانتجوا لقاح جيد، اذا اتبعناه نفس الخطوات شنو اللي راح يصير اذا بعد سنتين ثلاثة مثل ما قلت او 10 سنوات ظهر وباء اخر او ظهرت عترة جديدة لا سامح الله؟ راح يكون هذا inactivated، راح ينتهي شغله، ما ممكن ان نستخدمه. لكن اذا لجأنا للهندسة الوراثية من الممكن خلال شهر شهرين من انتشار اي وباء جديد او الوباء الحالي يتم انتاج فيكتور يصير له لقاح. اتمنى ان يكون جوابي وافي وشكرا جزيلا على السؤال. شكرا جزيلا دكتور محمد، اعتقد اكثر من وافي كان جواب، ويعني اتفق معك ذهبت لي يعني اجابه علميه وبحذر ولكن بها افاق مستقبليه ان شاء الله يوفق الجميع وطاقاتكم تخدم البلد. بارك الله بك، والجهد والشكر موصول لسيدنا دكتور جبار لهذا الجهد والمتابعه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور مزاحم. شكرا خليك دكتور. شكرا. الآن جاء دور الدكتور ميران الرماحي رافع إيده، إذا ممكن تفتح المايك دكتور ميران. افتح المايك دكتور ميران الرماحي. دكتور ميلاد أهلا دكتور. السلام عليكم. هلا وهلا دكتور، تفضل. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. صحة وبالسلامة، رمضان كريم إن شاء الله. شكرا دكتور جبار وشكرا دكتور محمد على هاي المحاضرة حقيقة قيمة. الله يخليك دكتور، الحمد لله السلامة. الله يسلمك. حقيقة أكون كان مشكلة بالصوت ما يوصلني أكثر الأحيان، بس ماكو مشكلة. أنا السؤالي دكتور، أنت تطرقت على الفاكسين صحيح؟ نعم. إيش عجب ما أكو هسه بحوث أو دراسات حديثة لحد يعني البارحة نشر بحث أو يعني how you neutralizing antibody، يعني إحنا هسا نعرف بأن هو السبايك البروتين اللي هو الأس بـ two functional subunits الأس 1 والأس 2. نعم. الأس 1 هي اللي تعرفها مشتركة بالسارس اللي هو الواحد والكوفيد 2. لقوا هسا يعني الانتيبودي اللي هو يسوي بلوكينج إلها هو الـ 47D11 صحيح؟ نعم. احنا اذا ننطي هذا كانتي بودي يعني كعلاج، نعم، راح يكون هو يسوي، نعم، لك بلوك انمن للسبايك اس، وبالتالي ما راح يوصل انمن للانجيو تنسين كونفرتينج، نعم، انزيم 2. نعم. وبالتالي احنا يعني فشي يعني نقدر يعني يتطور. سؤالي هل هو يعتبر ال 47D11 safety than the vaccine or يعني شو تقول يعني انت؟ شكرا جزيلا دكتور على هذا السؤال. طبعا الاستراتيجية مختلفة. حال اعطائنا او استخدامنا انتيبودي هذه دخلت باسيف اميونيتي، تم استخدامها ببعض الحالات الشديدة الباثوجينيسيس حتى يتم إنقاذ المصابين. نفس الآلية اللي هي استخدام البلازما هي باسيف اميونيتي. احنا إذا استخدمنا هذا الانتيبودي وصار إنتاج إله مثل ما حضرتك تعرف ممكن أن يصير له إنتاج ريكومبيننت، لكن احنا ما راح نسوي اميون ريسبونس. بالنتيجة فعال بوقت محدد بحالة محددة، لكن not lasting، ممكن خلال فترة معينة وينتهي دوره. بينما دور اللقاحات دور مهم، يعني أنا أتوقع حسة الحالات اللي صارت عندنا ممكن حالات خفيفة صارت بالعراق ممكن أدت إلى حصول immunity herd immunity طبيعية، لكن إذا نستخدم passive immunity ممكن حالة تعالجها تحمي نفسك لفترة معينة موسم معين راح تبقى دائما وأبدا تحتاج هذا الانتيبودي. النقطة الأخرى والمهمة جدا بعلم الفيروسات مثل ما درسنا أكو interaction viral host interaction، مثل ما شفنا والبارحة تابعت لمحاضرة الدكتور أحمد مجيد الشمري كانت محاضرة رائعة. سبب
المورتاليتي هو انه السارس كوفي 2 يسبب اميون ريسبونس غير مرغوب بها، سماها ستوم، سبب موت المريض. زين، هذه نتيجه تشفير الفيروس داخل الجسم، نتيجه تلاعب الفيروس بالاميون ريسبونس يخليه يستجيب بطريقه غير مرغوب بها. بالنتيجه الاميون ريسبونس يحارب الجسم. الفكره وين؟ الفكره بعلم الفيروسات، اذا استخدمنا باسيف اميون ريسبونس لمريض بحاله كريتيكال، الفيروس يبدي يغير البيهيفير مالته، لانه اجا انتيبودي ويحاول يعيق السايكل مالته، وعنده سايكل يدخل داخل الجسم يسوي سايكل ويطلع منه. اذا سويت انترفيرنس بهذا المغنزم اللي هو يتبعها بوجود انتيبودي، راح يسوي بيهيفير مالته يختلف، يسبب تيرن اوت للماكروفاج، بالنتيجه يسببها يسويها او وظيفتها يغيرها من الووند هيلينج، بالنتيجه يخليها ايضا تشترك بعمليه محاربه الجسم. هذا اللي شفناه بالسارس كوفي 2، والعلماء شافوه ببعض الحالات. صحيح نجحت الموضوع بنقل البلازما، لكن حالات الاصابه لكبار السن ومرضى الامراض المزمنه يسوي دايجرس، يسوي ريفرس اكشن من يستخدمون هذا الانتيبودي للعلاج. والفيروس الاخر اللي شفناه بالريسبيراتوري سينسيشال فيروس، هذني اثنين استراتيجيات، اثنين فيروسات يتبعن هذه الاستراتيجيه. بعض الحالات المرضيه من نستخدم لها باسيف انتيبودي، الفيروس يتخذ منحى اخر. شكرا جزيلا على السؤال، واتمنى ان يكون اجابتي وافيه. شكرا دكتور محمد على اجابتك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للدكتور محمد والدكتور ميران. اكو ايد مرفوعه باسم ميلاد العزيز. ميلاد العزيز، ميلاد العزيز، اذا ممكن تسوي انميوت، سوي انميوت حتى تسال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أهلا وسهلا دكتورة. شكرا شكرا على هاي المحاضرة الثرية فعلا. يعني أنا عندي بس سؤال، يعني إن شاء الله بالنسبة للدكتور محمد، حضرتكم إذا قلتوا المشروع يعني latest يعني project for يعني هو موضوع محاضرة حضرتكم، إنه يستخلصون الفاكسين من السبايك على مود يمنع الاتاتشمنت اللي هي سبايك المسؤول عن الاتاتشمنت بالهوستل. زين، هو أكو فكرة أخرى، يعني ما أعرف هل هي هاي بالعالم هسه هي هاي الدارجة هاي الفكرة، او انه فكره اخرى بانه يعني يستهدفون الانزيم اللي هو الار ان اي ترانسكريبتيز، يعني المسؤول عن تضاعف الفيروس، يعني ريفرس ترانسكريبتيز. فما اعرف يعني اي المشروعين الان هو اللي اكثر دارج حاليا، هل استهداف الاتاتشمنت فقط او انه يعني تضاعف الانزيم مسؤول عن تضاعف الفيروس. السؤال الثاني، بالعراق هل هناك جهود حثيثة حاليا انه يعني تتبع او لتصنيع مثل يعني هذه المشاريع او تكوين هذه المشاريع مثل تصنيع فاكسينات او ادوية معينة؟ هل هناك مشاريع حقيقية في العراق وانما بس مجرد مشاريع مستقبلية؟ وانا جدا شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتورة ميلاد. بالنسبة لي السؤال الأول، استهداف إنزيم الريفرس ترانسكريبتيز هو الإنزيم اللي يحول الRNA إلى DNA. التداخل مع هذا الإنزيم، احنا طبعا مبدأ الأساسي للفاكسينات هو بشكل مبسط أن نسوي immune response، بالنتيجة أكو راح يكون داخل الجسم فد خلايا ذاكرة، فد خطوط دفاعية، راح تكون مهيئة تماما وبشكل كفوء لحال دخول هذا الفيروس مرة أخرى. فإحنا نعطيه بشكل مضعف أو مقتول، أو ممكن سبايك بروتين، شكل هذا البروتين
يدخل داخل الجسم، جسم الجهاز المناعي يتعرف عليه، بالنتيجة من يدخل الفيروس يسوي بلوكج رأسا الانتيبودي تتحد مع هذا السبايك بروتين، تمنع أن يتحد مع الانجيوتنسين كونفيرتينج انزيمز. هذا مبدأ اللقاح. مبدأ تداخل مع الريفيرس ترانسكريبتيز صار مو لقاح، صار شغل أدوية. الأدوية بالضبط الدكتور، هو القصد دواء. نعم هو القصد يعني فكرة الدواء. نعم نعم، نعم. فكرة نعم الأدوية طبعا مثل ما نعرف احنا أدوية ضد الفيروسات عاميا نسميها ماكو. ليش؟ لأنه معروف احنا الأنتيبودي نستخدمه أن يسوي تأثير فعال ومباشر على دورة حياة البكتيريا. الفيروس هو كائن أو غير كائن، هو يعني لحد الآن لا، هو بارتيكلز. ما هو مادة وراثية، أنا أعتبره يعني كائن حي، يعني ما تضي مادة وراثية وقادر على تضاعف فهو كائن حي. ما أعرف يعني هاي هي وجهة صح. نظر طبعا، وجهة نظر صحيحة. نسميه إحنا باراسايت، انتراسيلولار أوبليجاتوري باراسايت. لحد الآن هذا الموضوع ما محسوم. إيه ما محسوم. إيه شكرا جزيلا. أعتقد دكتور ليث الحسيني أيضا رافع إيده. بس العفو دكتور، بس السؤال على مود أكو بروجكت بالعراق، بس هذا كان سؤالي الثاني. دكتور محمد إذا ممكن. أوكي باختصار شديد، كبروجكت بالعراق أنا اللي أعرفه قبل لا أنولد صار مراكز تم إنشائها من قبل الدولة العراقية، وانتجت لقاحات جيدة وفعالة. كانوا يعتمدون يعني سيل لاينات والإيج بروبيجيشن، ومو صعب يعني حاضنة 120 دولار ونمي بها بيوض أو بيض وأنمي بها هاي الفيروسات، ومنها فيروس الإنفلونزا اشتغلنا عليه ويتم تنميته بالبيض، واشتغلوا الناس وكانت الشغل. حالياً بالنسبة لكوفيد 19، بالنسبة لكوفيد 19 أنا لا أعتقد ذلك، لأنه الدولة لحد الآن حتى ما سوت جينوم أناليسيس. يعني احنا أين نحن من العالم؟ فيروس دخل لنا وصاب هذه الناس، غير أعرف هاني الجين جينوم هذا دخل لي، هذا الفيروس ضعيف فيريولنت. أنا هسه لو صايرة عندي خارطة جينية وقارنها مع الجينات العالمية، لو أقرر حسبها أقرر ممكن اعتمد على الهيرد اميونيتي واستغني عن اللقاحات جميعها واخلي الناس تطلع تكسب مناعه، واللي يتمرض اوديه للمستشفى واهتم بموضوع علاجه لانه العتره ضعيفه او عتره خطره، ولا اقول هذا اللوك داون واسوي حظر تجوال لحد ما احصل على فاكسين واشتريه، وهذا راح يكون صعب جدا لانه العالم بريس بسباق على ما يحصلونه، يعطونه للأطباء والممرضين بالدولة المعنية، بعدين يلا يبيعوه على دولنا. أوكي شكرا، أنا جدا ممنونة من حضرتكم دكتور، تسلم، أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا دكتورة. يتفضل الآن دكتور ليث الحسيني. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. السلام والرحمة. أهلا دكتور. شكرا دكتور. بعدين الكوفيد 19 توجه على التوجه الان حسب الصوت ما واضح. الو معنا دكتور؟ اي هسه واضح. نعم نعم، يعني توجه العالم كله الان نحو الفاكسين اكثر مما يكون نعم صح نحو الدراسات الممتازه والسريعه. المفاجاه اللي صارت في الكوفيد 19 انه الفاكسين اللي يستخدموها تبقى نتائج كل سريعة ممتازة. وعندي صديق بالهند. عفواً ما جاي سمع شنو السيلز؟ بالpassive immunization by NK cells natural killer cells. Which cell type? Natural killer
NK cells, natural killer cells. High part of passive immunization. مو جزء من الactive immunization. هي innate immunity, مو active immunity. الحقيقة بعض المراكز البحثية وعد صديق بالهند يعني وجدوا نتائج كلش مبشرة بال usage of NK cells to treat or to immune individuals who are at risk of getting COVID-19. فالحقيقة هذا يعني الاتجاه كلش مهم, واتجاه ممكن يعطينا نتائج سريعة يعطينا active immunization against COVID-19 by using passive immunization مو active by antibodies. إذا تتذكر تسمح لي دكتور, إذا تتذكر خلال natural killer cells. نعم إذا تسمعني. نعم سمعت. إذا تتذكر حضرتك المحاضرة اللي ألقيتها أثناء المؤتمر اتطرقت بيها استخدام الناتشورال كيلر سيلز كلقاح وكاستراتيجية لقاحية ضد الكانسر. العالم استخدم هذه الاستراتيجية من مدة طويلة طبعاً. يسوون بالضبط دور الناتشورال كيلر سيلز الاعتيادي هو قتل الخلايا المريضة, قتل الخلايا المصابة, قتل الخلايا اللي بها إشكال, recruitment of other immune cells. فش اتخذوا؟ اتخذوا استراتيجية يعني يسوون له employment أو recruitment, يخلوها بطريقة أو بأخرى تحارب شيء مستهدف. فاستراتيجية جيدة جدا. أنا مثل ما قلت يعني ممكن يعني راح تشجعني أقرأ عن هذا الموضوع بالتفاصيل أكثر. الموضوع أنه هذه بكل الدول أكو مراكز متخصصة لإنتاج اللقاحات, شغلهم هذا, كارهم هذا, مهنتهم هذا. فتشوف هو اللاين مالته من صار له 20-30 سنة يشتغل على natural killer cells, فبسهولة جداً أن يسوي لها recruitment ضد السارس أو ضد المارس أو ضد أي وباء آخر. لذلك أنا من الساعة طرقت لي سؤال دكتور مزاحم, قلت له إحنا إذا نتبع خطوات المولكولر حتى نسوي لها recruitment شنو نتوقع بالمستقبل ممكن أن نشتغل عليها ونسوي لها حل بدل ما على استراتيجية واحدة. المشابهة بين الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالكوفيد 19 هو الأب ريجيليشن مال ريسبتر موجود على سيال اسمه PD-1 ريسبتر برودرام ديث ريسبتر. فممكن هذا التشابه وهذا الاكسبريشن اوف ذا ريسبتر هو اللي يخليهم مور سنسيتيف تو ذا NK سيلز افكت. لذلك انا قلت عندهم اكسبيرينس فلجأوا لهذا الطريق. طريق سريع. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور ليث. اعتقد منو بعد رافع ايده؟ اخوان اللي عنده سؤال عندنا بعد اذا كم دقيقه يعني دقيقتين. اللي عنده سؤال ممكن انه مجرد يفتح المايك او يرفع ايده حتى نعرف. اوكي اذا ماكو سؤال أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد الساعدي على هذه المحاضرة. دكتور ما نخستك دكتور جمال. أيوه. دكتور علاء. دكتور علاء عبد الكاظم بس هم متأخر بعدين رفع إيده. افتح المايك دكتور. خسرة فطور. والله يراد له واحد يخسر لأنه مستلم سلفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام على الدكتور. جهود دكتور. جهود مشكورة مباركة من دكتور محمد ودكتور جبار, تحياتي للسادة الحضور جميعا. الله يخليك. جهود الكلية كلها إن شاء الله. طبعا. ومحاضرة ممتازة جدا. بس دكتور محمد إن اللقاح بعض يعني الشركات منطقة لقاحات طورتها استخدمت الفيرال انفلونزا فيروس لكن عترة ضعيفة, وهنا استخدمت جينيتك انجينيرينج لها ودخلت السبايك بروتين ضمن هذه السترينات الانفلونزا فيروس هذه استخدمتها. هذا جانب. هنا جانب ثاني, هنا نشوف مثلا
الشركات والمختبرات انه قدمت يعني مراحل هسه حاليا متقدمه من انتاج اللقاحات. يعني هسه مثلا شركه موديرنا الامريكيه دخلت بالستيب 2 يعني هاي قبل يومين. نعم. عندنا مثلا يعني انه نشوف الجامعه اكسفورد بالتعاون مع ائتلاف الشركات ومنها شركه استرازينيكا انه هذه يعني ايضا بمراحل متقدمه ودخلت بالمراحل الكلينيكال السريرية. لكن هنا نشعدهم هنا نعدهم انه اختبار التشالنج يعني هنا نعم. الاشخاص اللي هم تعرضوا الى اللقاح ما يعني هذا الشخص انه يعرضوه للفيروس بشكل يعني مثل ما يعرض نقول يعني بحاله الانيمال ترايل يخلوه يتعرض اكسيدنتلي. نعم. زين هنا ننتظرون يعني هسه نشوف نتائج يعني الستيب 2 بالبرنامج اللقاح والنتائج يعني بشكل عام هي نتائج واعده يعني نتائج مبشره بالخير لكن انه ممكن يعني بس هو الوقت لكن خلال هذا الوقت هو يعني نشوف احنا خلال هذا الشهر انه شهر الرابع تقريبا 3 ملايين اصابه صارت بالعالم. نعم. ما معروف انه شهر الخامس يعني ممكن انه عدد الاصابات راح تكون من شكرا المتوقع. جزيلا من شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا للجميع شكرا الله يخليك شكرا جزيلا شكرا. دكتور شكرا دكتور بالنسبه للسؤال الاول بالنسبه للعتر الضعيفه للانفلونزا طبعا صار شغل على هذه الاستراتيجيه لتضعيف الفيروس لكن بشكل عام هذه بيها مخاطر الانترفيرنس اللي يصير بالنتيجة new strains ممكن أن تظهر might be rising because of this strategy. هذا اللي صار بفيروس الـ IBV بالدواجن بـ USA وحتى عندنا هواية إذا نشيك جينيا إذا نسوي دراسة جينية نقارن بين جينات اللقاحات المضاعفة والجينات العتر الحقلية راح نشوف أكو انترفيرانس لذلك هذه بها مخاطر حصول هذا الانترفيرانس بالإنفلونزا أفضل استراتيجية حاليا يستخدموها لأنه هي موسمية وعتر متعددة نتيجة هذه البروتينات الموجودة بغلافه فيستخدمون الموليكولر ابروتش 8 بلازميدات اذا شفتهن حضرتك بالمحاضره السابقه بالمؤتمر عرجت عليه 8 بلازميدات ويسوون ترانسفكشن وينتجون منها اللقاح بالنتيجه كل موسم ممكن ان يسوون هيك استراتيجيه بالنسبه للتشالنجينج وتاخر الوقت للسؤال الثاني والتشالنجينج اللي يصير اكسيدنتلي على العكس من الانيمال ترايل المشكله انه بالسلايد الثاني انا حكيت هي خطوات وهذه الخطوات ستاندرايزد يعني لازم تتبع بشكل متسلسل العقبات الموجوده حاليا بدول العالم المتطور هم اصلا animal rights هم دايرين بالهم عليه no human rights شلون يخلونا يصيبونه إصابة مباشرة ويشوفون اللقاح اشتغل ولا لا يعني عندهم هم strict حقوق الحيوان وحقوق الإنسان خط أحمر لذلك هم أصلا يدورون على بدائل أن يستخدمون لل animal model ال 3D tissue culture وغيرها وغيرها فأشوف أنا هذه الاستراتيجيات بست مجاميع عالمية إن شاء الله واحد من عندهم يتم إنتاج لقاح بشكل جيد إن شاء الله لكن أرجع وأقول هم تفكيرهم تفكير تجاري ماتيرياليستكس هذه إذا أنتج نيوكليك أسيد فاكسين راح نبقى دائما وأبدا نحتاج هذا النيوكليك أسيد كل موسم لأن تستخدمه مرة واحدة إذا تستخدم non-replicated vector فأنت تشتري من عندهم وتتعب عليه
بس تبقى دائما وابدا تشتري هذا النون ريبليكيتنج فيكتور. هذه يراد لها جلسه خاصه، يراد لها ناس مختصين، وتتلاقح الافكار on which strategy we should follow. شكرا جزيلا دكتور، وانا حاضر اذا كان اي سؤال اخر. العفو، شكرا جزيلا دكتور محمد. حقيقة الوقت انتهى المحدد، وكانت المشاركات يعني التفاعلات كبيرة لجمالية المحاضرة ووضوح الشرح والرؤية. الله الحقيقة حبيب. في ختام الجلسة، ختام الندوة أو الورشة، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد الساعدي على هذه المحاضرة القيمة، وأيضا أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الأخوة الحاضرين. أما بالنسبة للشهادات المشاركة فإن شاء الله ستستلموها عبر الإيميل إذا كان الإيميل كاتبيه بشكل صحيح. شكرا وأتمنى لكم التوفيق. يوم بعد غد، يوم بعد غد هنالك محاضرة أيضا جميلة لا تخلو جمالا من هذه المحاضرة، راح تلقيها الدكتورة إسراء نجم عبد الله، وايضا موضوع يعني very very interested. شكرا جزيلا والى اللقاء، مع السلامه. شكرا جزيلا للجميع، ان شاء الله افطار شهي.